وكيف ما شفتوا مشاهدينا تم توزيع ديال الاكياس البلاستيكيه اللي كتسرع على هذه العمليه هي جمعيات الرباط الخير للاعمال الاجتماعيه. معنا احد المستفيدين اللي غايقول لنا رايه في هذه البادره. السلام عليكم، كيدايرين بخير؟ انا هذه جمعيه رباط الخير كل عام كنستافد منها، ماشي اول عام، فهمتي؟ لحقاش انا من الساكنه هذه المجموعه 8 وعندي ناس في مجموعه 9، كل عام كنستافد منها. دابا انا دايز لقيتكم كتفرقوا في الميكا، راني خديت الميكا والعائله تا هما خداو هذا الميكا، والله يرحم الوالدين وشكرا. والان غناخذوا الكلمه ديال رئيس الجمعيه اللي هي السيده حبيبه بن عياد، اللي غادي تقول لنا على هذه المبادره هذه وكيفاش جاتها الفكره وشكون اللي كيسهر على هذه المبادره. كما كتشوفوا هذه البادره هذه كنديروها كل سنه، كل سنه في مناسبه عيد الاضحى في منطقه سيدي مؤمن. ومن هذا المنبر كنشكروا كذا بيئه اللي كتدي شراكه مع الجمعيات باش حتى هما كيساهموا في هذه الحمله هذه تحسيسيه، لانها كنفرقوا البلاستيك وفي نفس الوقت كنوعيوا الناس ان هذا البلاستيك هذا راه مخصصا باش يجمعوا النفايات نهار العيد، باش حتى ذاك العامل النظافه منين يجي نهار العيد زعما نخفوا عليه شويه الخدمه، ان ملي كيلقى بلاستيك مجموع ماشي بحال اللي كيلقى مشتت في الارض. هذه في حد ذاتها راه كنساعدوا داك العامل النظافه اللي هو كنشكروا لانه اللي حنا كنعيد وكنقزوا في ديورنا هو تقريبا راه غير نهار العيد راه كيبقى كيجمع النفايات ديال الناس. هذا راه تحيه كبيره لعمال النظافه من هذا المنبر هذا والكازا بيئه. وبالنسبه لك واش هذه المبادره هذه اللي كتقودها كازا بيئه واش هي المبادره الوحيده اللي كتهدف ان نخليو الشوارع ديال مدينه الدار البيضاء نقيه، وخاصه في هذه المناسبات بحال عيد الاضحى وبحال المناسبات اللي بحال من هذا النوع؟ بالنسبه حنا كازا بيئه هي اللي كنتعاملوا معها كجمعويين، هي اللي كتسمح لنا هذه الفرصه هذه اننا في نفس الوقت كنقدروا نكونتاكتيو الناس هكذا ان ندير لهم حمله تحسيسيه، وفي نفس الوقت كتعطينا دوك البلاستيك اللي مثلا كيعاون ان هذه الحمله التحسيسيه انها تنجح، لان واخا تهضر فاش غيجمعوا هاد الناس سورتو ان كنعرفوا النفايات نهار العيد كتكون كثيره. ما كتكتفيو بالتوزيع ديال النفايات، ما كتقدموش للناس نصائح يعني في اطار هذه الحمله التحسيسيه اللي كتقدموا؟ طبيعه الحال النصائح اللي كنقدموا لهم ان هذا البلاستيك ما كيتستعمل خصيص النفايات اول حاجه، بان هذا كندير لهم حمله تحسيسيه وعويه ان الانسان ما يلوحش النفايات اول حاجه من الشراجم. بالنسبه كنسيبلو حتى الدراري الصغار، لان الدري كتقول له مثلا هاك دي ولا هذا كيقدر يديرها، من سورتو ان الناس في اغلبيه كيذبحوا في السطوحه كما كنقولوا، كيقدر يتطوع من تما. حنا كنقولوا لا، بان الانسان يحاول هي البلاستيك كاين يحاول يجمع فيه ويحطو، ماشي يحطو في المكان المخصص له، ما يحطوش في العسبه ديال الجارو او مثلا يحطو في راس الدري. يقدر مثلا يجي شي مثلا يجي شي حيوان اليف مثلا يقدر داك الشيء اللي جمع غادي يعاود يتشتت من جديد. اذا داك المساعده اللي حنا اللي كنهدفوا ليها بصفه خاصه للعامل النظافه ما غادي تكونش لا يعني ما درناش تحسيس وتوعيه الناس. يعني انتم الهدف ديالكم الاول هو انكم تساعدوا عامل النظافه ومن غير ان الشوارع ديالنا تبقاو نقيه. بطبيعه الحال مساعده عامل النظافه وحتى الشوارع، حنا كنهدفوا الشعار ديالنا دائما فوق ما كنديروا حمله تحسيسيه، الشعار ديالنا اللي كنقولوا لهم نظافه الحي مزيه ليك وليا، لان الا نظفتي الحي ديالك راه مزيه ان الانسان اللي ساكن فيه راه كتعيش في نظافه، وحتى اللي دايز راه كيقول زعما صيب غير ان الناس وعاس ولا حي زوين. وكان هذا هو لقاءنا اليوم اللي كانت معنا فيه السيده حبيبه بصفتها رئيسه جمعيه رباط الخير. اليوم شناها وهي كتوزع مجموعه من الاكياس البلاستيكيه اللي مقدمه من طرف شركه كازا بيئه اللي كتسهر على العمليات ديال التحسيس والتوعيه باهميه الحفاظ على البيئه في مناسبه عيد الاضحى.